بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا جميعا بخير وبألف صحة وسلامة. النهاردة هنتعرف مع بعض ازاي المدير ده كان الطلب ومبعوت على الصفحة، فعايزين نشوف فكرته مع بعض. عبارة عن كود، بس الكود ده عبارة عن زي كأنه أخد شكل الدرس. هو طبعا كور ريفيرا، اهي كور ريفيرا يا جماعة، اهو تمام من فوق. هنا طبعا هو جاي كروازيه شوية، صفين زراير تمام. في هنا البنسة بتاعتنا خلاص، والجزء ده هنا فيه خياطة، فيه خياطة بمعنى ان هو ده جزء لغاية الوسط، والتحت كده الوسط ده جزء تاني كولونات، جي بعدية كولونات مفيش اي حاجة تاني. اوكي تمام. ايه الخامة اللي مطلوبة عشان اعمل الدرس الموديل ده؟ هوريكم اشكالها. دي اسمها تويد زارا، ليها اشكال كتيره طبعا نازله ترند السنه دي، اشكال زي كده طبعا بجميع الوانها يا جماعه. يعني الاشكال عايزه تجيبي صوف هتجيبي صوف، لكن الاشكال الموجوده دي اللي انا بوريها لكم دي تويد زارا اهو، اللي طبعا شكل شبه القماشه اللي موجوده في الموديل بتاعنا. عايزه تجيبي صوت بتاع، عايزه تجيبي جو خفيف براحتك، براحتك جدا مفيش اي مشكله معانا خلاص. طيب الموديل ده هياخد قد ايه مننا قماش؟ هياخد يعني حسب الطول بقى بتاعك، لو انت عايزه تطولي فيه اكتر براحتك. الجزء اللي فوق ده هياخد حوالي من متر وربع لمتر ونص، والجزء اللي تحت بتضيفي الجزء بتاعه والطول بتاعه خلاص كده تمام. بصوا بقى هنيجي النهارده هنعمل ايه. هبدأ اول حاجه هعملها الجزء اللي فوق اللي هو الكورسيه، الجزء من الكود بتاعنا من البلط بتاعنا، الجزء اللي فوق اللي هو اللي فيه كور ريفير بتاعنا. هنعمل اول حاجه الجزء الصدر اللي فوق. اول حاجه هنعمل الجزء اللي فوق زي ما قلنا. طبعا انا بطبق عادي على اربعه تمام. الطول بتاعك بيبقى من اول طول من اول نقطه الالتقاء بتاعتك لحد الوسط بتاعك بنضيف حوالي من 2 ل 3 سنتي اطوال، اللي هو طول الجزء اللي فوق عشان الخياطات بتاعتي خلاص. طيب هاجي كده سيب هنا يا جماعه، هتسيبي مثلا مسافه، بصي الكروازيه ده مش اقل من 6 سنتي، يعني ليه؟ لان هو كروازيه بس مش كبير قوي، يعني مش كبير قوي تمام، مش واصل للربع كامل، نص الربع يعني لغايه مكان مثلا البنسه، لا احنا هو ده اقل شويه. يعني انت ممكن تعمليه من 6 ل 8 سنتي، هو ده انسب حاجه خلاص. طيب انا هسيب هنا المسافه اللي انا عايزاها، سبت 6 سبت 8 براحتي. هاجي هنا واثبت القماش بتاعي، ببدا بقى احط مقاساتي العاديه خالص اللي هي ايه، اللي هي عرض الكتف بتاعي، ميل الكتف بتاعي اهو ورانا الرقبه، عرض الكتف هنا خلاص بقسمه طبعا على الاتنين، وبنزل 3 سنتي ثوابت معايا. عندي رقبة خلفية وعندي ده رقبة امامية، احنا اتفقنا ان احنا بنقسم دوران الرقبة بتاعنا على الخمسة اوكي. وبوصل الجزء ده كده بالكتف بتاعي، عندي طول صدر خلاص، وعندي طول وسط زائد ايه، زائد خياطاته، يعني هعتبر كده ان ده طول الوسط بالخياطات بتاعته. طيب انا عندي هنا لو قلنا ده طول طول الصدر بتاعي، عندي هاخد هنا على الخط ده نفس الخط كده دوران الصدر خلاص. اول حاجه عشان تنزلي هنا كده زاويه القايمه بتاعت حاجه الجيرو، عندي مثلا هنا دوران الصدر، عندي دوران الوسط خلاص كده تمام. تمام ده لو كده، لو وصلنا ده كده كده ده كده المقاسات الطبيعيه بتاعتك. ده لو انت عايزه تعمليه من غير اي تقسيم، طبعا هنا بالاضافه لدوران الجيرو بتاخديه بتقسميه على الاثنين، يبقى هنا كده عندنا اهو دوران الجيرو بتاعها. طيب ايه اللي هنا الفكره؟ طبعا هنا يا جماعه بنظبط، بس هنا كانت خط مستقيم عشان ما حدش يلخبط. هنا بقى ايه الفكره؟ ان انا ممكن اعمل حاجتين، يا هعمل بنسة وسط عاديه، يا اما هعمل قصه الدرنس، دي حسب رغبتك وحسب راحتك خلاص. احنا شرحنا كتير قصه الدرنس قبل كده، انا هحطها برده في صندوق الوصف، واقول برده لو انت عايز تعمليها بالبنسة العاديه. لو انا عايزه اعملها بالبنسة العاديه يا جماعه، ان انا هنا لازم اول حاجه ان انا لما اقول يا بنسة يعني لازم اخد المقاس اللي هما ما بين نقطتي الصدر، اللي هو من اعلى بروز لاعلى بروز، وهاجي احطه هنا. ده طبعا احنا بعد ما نقسمه على الاثنين،
بنحطه هنا على مين؟ على خط الصدر. بنقسم المقاس ده على الاتنين واحط النقطة بتاعتي. طب وبعدين؟ بعدين انا بنزل كده خط مستقيم كده هنا كده لغاية الوسط. طب وبعدين برضو باجي اشوف انا عايزة بقى البنسة بتاعتي قد ايه. يفضل هنا في الموديل ده ان انا هعملها 3 سنتي مثلا، يبقى هنا 1.5 وهنا 1.5 خلاص. ولما اوصلهم كده مش عايزة تكبريها شوية، بس لو البنوتة جسمها مش ممتلئ خلاص، بس هي افضل كده في الكاجوال الشكل ده. طب انا هنا عملت ايه؟ عملت 3 سنتي، يبقى انا هنا كده هعوض 3 سنتي بتوعي وراح موصلهم بنقطة الصدر الاساسية بتاعتي. بعوض بس يا جماعة 3 سنتي دول بعوضهم هنا، ماليش دعوة انا بالصدر. الصدر بيبقى مقاس السايز بتاع، المقاس بتاع الصدر بيبقى زي ما هو، ما بلعبش فيه، لان انا هنا خدتهم منين؟ خدتهم من الوسط، فلازم اعوضهم. يبقى اللي خدته بعوضه. بعوضه ايه؟ ادي نقطة ادي نقطة الوسط الاساسية بعوضها من بعدها خلاص. عايزة تعملي قصة برنسز بتكملي طبعا لكده خلاص. واحدة اللي هي الكيرف العالي اعلى للامامي والاقل منه بيبقى للخلفي، بس هو ده الفرق بس البسيط. بس اهم حاجة وانت بتقصي حاولي وانت بتقصي تفصلي. احط لك الطريقة في صندوق الوصف تحت خلاص، في الديسكريبشن تحت. اوكي تمام. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ خلاص انا هنا هقص عادي الاجزاء دي مفيش اي مشكلة، وهطبع دلوقتي هوريكوا ازاي هعمل ازاي البنسة بتاعتي خلاص كده تمام. انا ممكن اصلا عادي البنسة بالنسبة لنا سهلة. طيب هنا بقى بالنسبة للكود بتاعي، هنا الكولة بتاعته الكور ريفير هنا انا كنت سايبة هنا، هتسيبي مثلا 6 سنتي 8 سنتي براحتك خلاص. طيب انت اصلا لو هو 6 سنتي بتوعي دول انا بسيبهم يا جماعة عادي بسيبهم، وهعمل هنا مثلا فورد كده لو انا عايزة الكور ريفيرا بتبدأ من نفس الضلع ده لضلعين قد بعض، فانا هعمل كده فورد هنا في الجزء ده لما اجي اقصه دلوقتي، وبرضه هنا تحت تمام كده. طيب الفكرة ايه بقى هنا؟ ان انا هقص عايز طبعا هنا الفكرة لازم ان انا هلاقي يا جماعة اسيب امان. اسيب امان ليه؟ اسيب امان عشان فرض ان انا مثلا عملت الدورانات مثلا حسيت ان انا عايزة اريحية اكتر خلاص. طبعا انت بتضيفي كمان براح يا جماعة، بتضيفي براح من 2 ل 3 سنتي دي اقل حاجة، عشان شايفين الموديل مجسم. هاجي اعمل ايه؟ هاجي كده اقص حردة الجيرو بتاعتنا خلاص اهو، وبعد كده باخد الكتف بتاعي، وبعد كده الحردة الخلفية. لازم اركز في الحوار ده عشان ما تلخبطش. الحردة الامامية يا جماعة برفع كده وبشفها تحت، اللي هي دي اللي انتوا شايفينها دي، برفع كده واشفها اهو. هاجي اعمل هنا زي ما قلنا فورد عند علامة الجزء ده. طبعا هنا بس عايزين يساوي الخط ده بتاع حرف القماش اللي هو مفروض ان هو مكان البورسل بتاعنا. اوكي تمام. هعمل فورد فوق وهعمل فورد كمان تحت خلاص. طبعا بتعملي حضرتك هنا وبتطبعي الخياطات بتاعتك في فين؟ في الخط بتاع الخياطة بتاعك عشان يبقى شغلك مظبوط. بتوصلي طبعا ده بده. طيب انا عندي هنا الجزء دون في ايه؟ في البنسة بتاعتي صح. انا عايزة اطبع البنسة كلها تحت. هاجي كده هعمل ايه بقى؟ هجيب بقى هنا عندي فوق كده دبوس عند النقطة اللي انا اللي هي بداية الجزء ده من فوق، وهنا اعملي فورد عند راس البنسة هنا وفورد كمان هنا خلاص اهو في كل الطبقات خلاص. انت النقطة دي اهي هتقعدي تشفيها كده اهو في كل الطبقات بتاعتك، بحيث ان احنا عايزينها 2 امامي و2 خلفي يا جماعة. يبقى احنا كده خدنا الطريقتين، قصة البرنسس شرحتها، وكمان هحط لك الطريقه في الديسكريبشن تحت صندوق الوصف، وكمان شرحت الطريقه التانية دي. فاللي انت اللي انت عايزاه واللي انت حابه اعمليه خلاص. في ناس بتحب قوي شكل القصه البرنسس يا جماعه. طيب انا هنا كده خلاص مثلا اهو خلصت، فانا عايزه اعمل دي. بصوا بقى هتلاقي نفسك بتعملي ايه. انا دلوقتي انا كنت موصله النقطه دي كده طبعا هنا في النص، ممكن كمان تعملي فورد كمان في الخط اللي في النص اللي هو الاساسي ده
اعملي 3 فردات عشان يبقى الموضوع بالنسبه لك اسهل، عشان انت كمان مبتدئه. هنعمل 3، هنوصل التالت ده اللي في النص باللي فوق، وبعد كده كل واحده اهي باللي فيها. وحاجه تاني، انت ممكن كمان تعملي طريقه تاني، ان انت تعملي فرد للنص بس، تعملي طريقه للفرد النص بس. مش عارفه واضح ولا لا. هنعمل فرد للنص بس وهنطلع بقى. انت طبعا بتكوني حافظه انت عملتي قد ايه قيمه البنسه بتاعتك، يعني مثلا خدت من هنا سنتي وسنتي، عرفت يبقى انا هاجي من النص خلاص، وصلت الخط الاساسي بطلع واحد وواحد عادي. فدي دي او دي طبعا كده اسهل من باترون اللي هو الكربون الورق والقماش والكلام ده. طيب انا هنا دلوقتي ماشي، انا خلصت، بس انا عندي هنا طبعا هتعملي حضرتك دلوقتي هترسمي كل بالنسبه لنا كل البنس. بس هنا في حاجه بقى، في حاجه عشان خاطر ما يطلعش عيوب معايا ويبقى طالع اللبس بتاعي مايل، يعني هتلاقيه جاي مظبوط امامي وخلفي بس جاي من الجناب وقع. فانا بعمل ايه يا جماعه؟ احنا اتفقنا كلنا دايما في كل الموديلات اللي بنعملها، انا هطلع من هنا مثلا قيمه ده الامام يا جماعه، هطلع قيمه 2 سنتي، هطلع قيمه 2 سنتي وهاخده كده على ما فيش للنص. ده فين يا جماعه؟ ده في الامام. اوكي تمام. والخلفي ادي الخلفي، هطلع نفس القيمه اهي. الخطوه دي يا جماعه ما تنسوهاش، لو نسيتيها هتلاقي في ايه العيوب اللي انا ممكن الاقيها. هتلاقي الخلفي بتاعك فيه هوا، خط الوسط كمان نازل هنا اهو، ادي كده نفس القيمه بس باخدها ايه ستريت اهو كامله. اتفقنا؟ وبتلاقي من الجناب من عند الامامي الخياطه واقعه من الجناب. فده العيوب اللي انت لو ما عملتيش الخطوه دي هتلاقيها. خلاص طبعا هنا بنشف بقى، خلاص هنطبع كمان، هنرسم البنس بتاعتها وبنقفلها. بس قبل ما نعمل بقى نقفل البنس، لازم اعمل السجاف بتاعي. السجاب بتاعك بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الجزء الامامي انا عايزاه قد ايه يا بنات؟ عايزاه هجيب نص الكتف كده، وهدخل من بعد قيمه المرد كده قيمه مثلا ايه 5 سنتي، واعمل كده. طيب وبعدين انا عايزه قد الجزء ده اللي فيه الكوله كده، الجزء ده كده كامل عاوزه قده من اول هنا لهنا. الجزء ده كده انا عاوزاه على طبقتين قماش، هجيب قماش مطبق على الاثنين واقص زيهم بالظبط. ده ايه؟ ده السجاب بتاعي اهو. هنجيب قماشه مطبقه على الاثنين وش على وش خلاص، وهجيب الجزء الامامي اللي هو فيه السجاب بتاع الكولا بتاعتي، وهقص قده بالظبط. قد الايه؟ قد الرسمه اهي، قد الرسمه اللي انا رسمتها حددتها على الامامي في الايه، في الجزء الامامي بتاع الكولا. هاجي كده هقص كده اهو، اهو هقص عند الكولا خلاص. طب وبعدين هاجي تحت برضه هقص نفس الطول، وبعدين هاجي بقى من هنا هعلم كده عند الخط اللي انا كنت محدداه، وكنت انا كمان محدده عند نص الكتف. هرجع كده عشان تقولي ازاي اشفه، اشفه بالطريقه دي، ان انا هاجي كده وهعمل خط كده. طبعا انا عندي هنا لسه الكتف اهو، اهو خلاص. فانا هقص كده اهو يا جماعه. طبعا ده يا جماعه بياخد اوفر، بيتسرفل، بيتنضف قبل ما بيتركب. وبالطريقه دي اهي هكون قصيت السجاف اهو قد الجزء ده يا جماعه، مش كامل، مش كامل خلاص. طيب هنقفل بقى البنس بتاعتنا كده. بعد ما بتقفلي البنس بتاعتك، او لو هي قصه برنسس بتقفليها خلاص، اصبح معاكي يا دوبك هي قطعه واحنا عايزين نجمعها. هاجي هنا احط ايه بقى؟ انا عايز دلوقتي احط وش على وش واخيط الكتاب بتاعتي. تمام، احط وش على وش واخيط الكتاب بتاعتي، وبعد كده هركب السجاف بتاعي. عايزه تركبي السجاف وتركبي مع الامامي الاول وبعد كده تركبي الكتاب براحتك، طبعا بالترتيب اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه تكوني انت فاهمه، تكوني فاهمه انت بس بتعملي ايه. خلاص اهو. طيب وبعدين انا جيت هنا طبعا خلاص اهو، هحط الايه السجاف بتاعي. احط السجاف ازاي؟ احط وش على وش خلاص اهو. هركب بس كده الاول دلوقتي، هتثبتي كده خلاص
على مسافة سنتي، بتقفلي كده لغاية فين؟ احنا بنقفل ده كده يا جماعة، مش بنقفل حردة الرقبة دي عشان خاطر لسه فيه كولا، كل الريفير بتاعتنا لسه هنعملها وندخلها في التنظيف هنا. اهي خيطناها، وعشان لما نيجي نقلبها كده لجوه اهو، طبعا هنا بتكوي كويس جدا، وده بيبقى شكل اهو. لسه طبعا احنا ما كملناش، بس هنشوف شكل الكولا بتاعتنا بيبقى طبعا كده. لسه هنكمل الريفير بتاعتنا هنا. خلاص ماشي. بعدين ايه اللي فاضل في الجزء اللي فوق؟ فاضل الكور ريفير بتاعتنا وطبعا الكمام بتاعتنا. احنا كده خلصنا الاساسي بتاعنا. ده الكم بتاعنا طبعا، بتنزلي يا جماعه 13 سنتي، ولو حد ممتلئ بننزل النزول الكم بتاعنا 14. طبعا بتاخد دوران الدرع، بتزودي عليه 4 سنتي اساسي، وهحط لك برده الطريقه في صندوق الوصف كامله. ملحوظه ان الكم بتاع البلطو الكوت عموما ما بيبقاش كم ضيق، خلاص بيبقى فيه براح، يعني ما بيبقاش ضيق كده، خلاص ده معروف يعني. هنيجي نركب عادي الكم بتاعنا. طبعا بنحط وش على وش، وبنحط الفرد بتاع الكم بتاعنا على خياط الكتف بتاعي. اهو طبعا لازم الاتنين يبقى خط واحد يا جماعة، ما ينفعش الواحد يبقى طالع واحد يبقى نازل. طبعا زي ما عملت الناحية دي هعمل الناحية التانية بنفس الطريقة بالظبط. خلاص طيب، ركبنا الكم وركبنا السجاف وقفلنا الجناب، فاضل الكورفير. هعمل ايه؟ هجيب قماشة بتاعتي، هجيب قماشة من القماش بتاعي اللي هو بتاع الكوت نفسه اهو مثلا. خلاص، وهعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزة اقدر القماشة بتاعتي. همسك ايه يا جماعة؟ انا همسك الكوت نفسه، البلطو نفسه. في هنا كان فرده انا عاملاه عند قيمه الكروازيه بتاعتي عند الرقبه، كان عند 6 سنتي مثلا او 8، عند الرقبه بالظبط من بدايتهم. ماشي، همسك بقى من هنا من الفرد للفرد، ماليش دعوه لا بالسجاف ولا بالجزء ده. هجيب كده من الفرد للفرد بس، هسيب هنا سنتي خياطه وهنا سنتي خياطه بس. اهو ده كده التقييم بتاعي اهو، من سنتي لسنتي، هنا من سنتي وهنا من سنتي، تمام، بس مش اكتر من سنتي عشان كده خياطات. طيب بالنسبة للارتفاع، بنرتفع يا جماعة تمام، بنرتفع من 18 سنتي. خلاص، بنرتفع من 18 سنتي. خلاص، عايزة تعمليها 20 برضو براحتك، يعني كل ما تكبريها كل ما الجزيرة نفسها هتكبر. هاجي اقص بقى المستطيل اللي انا مفروض ان انا قصيته عشان هعمل بيه الكولا. انا كده تقدير قماش معايا يا جماعه اهو، طبعا انا رسمه حدوده بس، هي دي القطعه اللي انا هستخدمها. اوكي تمام، هعمل ايه؟ انا هاجي اطبقها كده كده اهو، خلاص، وبتثبتيها. وبعد ما ثبتها هاجي بقى عايزه اقيس الكول الريفير بتاعتي اللي هي دي، اللي هي دي يا جماعة الجزء ده. انتي مثلا كنت سايباه 6 7، شوفي انتي بالمزورة تاني شايكي علشان احنا خيطنا منه، بتاخدي من هنا لهنا. عايزة تزيدي زيادات خياطة، يعني انتي لو عايزاها 6 بتسيبيها 7. خلاص، انا هنزل بالمزورة من هنا لهنا المسافة بتاعته، يعني مثلا انا نزلت من هنا لهنا 6، نزلت من هنا لهنا 7 اهو، يعني انا هتعلمي مكان ما هيجي لك ايه المقاس بتاعه. طب وبعدين بنزل بيها كده للمنتصف عندي كده على ما فيش اهي، عشان تبقى واضحة اكتر اهي، على ما فيش. طبعا بتبقى مكرفة يا جماعة، انا مش عايزة خط مستقيم ستريت، لا انا نازلة كده بايه، بتدويرة بسيطة. ليه؟ لان دون بيبقى دوران الرقبة، دي بتركب على دوران الرقبة. وباجي كده بصوا، باجي اعمل ايه؟ باجي اقص الجزء خلاص. طبعا انت بتبقي سايبة مسافات الخياطة بتاعتك خلاص كده اهو. هاجي اعمل ايه؟ هقفل زي ما كنا بنقفل، وبنقفل اسورة من الجناب هنا، هقفل واقلبها. هقلب طبعا هنا الخامة دي بتبقى تقيلة، هتجي الزوايا كده هتطيريها، نقصها علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما تكلكعش معاكي في الزوايا بتاعتنا اهو. اوكي تمام. بعد كده باجي اطبقها نصين، وهعمل لها هنا علامة تنصيص فرد عشان خاطر اركب التركيب. وبعدين هاجي هنا في الحردة الخلفية برضو عايزة اعمل فرد عشان خاطر برضو التركيب. ده فين؟ ده في الحردة الخلفية بتاعتك، اي في الظهر ده كده
هروح قسمه نصين كده وعامله برضو علامه اهو عشان هاجي اركب دلوقتي. احط كده النص على النص، الفرد على الفرد اهو، على الوش على الوش برضو من بره اهو يا جماعه تمام. واروح كده معلمه، وبعدين هاجي اشوف مقاساتي هنا وقفت لي لغايه فين يا جماعه، وصلت معايا لغايه فين، وصلت معايا لحد الفرد اللي انا المفروض اهو اللي انا المفروض اصلا كنت اخده المقاس منه، يبقى انا كده مطمنه ان كده مقاساتي مظبوطه. لو انت عايزه الكيرفر الجزء اللي فوق ده يبقى اكبر هتكبري، ساعات بيبقى في البلطوهات اكبر خلاص، وساعات الجزء اللي تحت هو اللي اكبر، براحتك يعني ده حسب انا كده اتاكدت ان مقاساتي مظبوطه عادي هكمل. عندي حلين، يعني هكمل كده كامل واخيط، والجزء ده الخلفي هعمل له سجاف هو كمان، يا اما هاجي كده عند الجزء ده هعمل ناحيه والناحيه التانية هنضف بيها، بس الافضل طبعا ان انت تعملي سجاف. طب هاجي اعمل ايه؟ هروح كده مكمله، انا كنت خيطت هنا السجاف كده، هروح جاي احطه كده الجزء ده كده، انا ما كنتش خيطت حاجه الرقبه عشان قلت لكم في كوله هركبها في النص، هبدا بقى اركب ايه الشغل بتاعي. هخيط كده على مسافه برضو السنتي بتاعنا، خلاص كده انا اتاكدت ان مقاساتي تمام مظبوطه جدا، فبكمل خياطه. طب وانتي بتكملي خياطه بتمشي بيقابلك برضو الناحيه التانية، فبتعمليها بنفس الطريقه، بتقلبي السجاف كده عليها وبنكمل ايه خياطه. خلاص بقى هاجي اقلب برضو، وبرضو هنا الزوايا تقدري تحشيها اهو عشان نشوف الشكل. خلاص الناحيه التانية نثبت بس الجزء ده ونفك. تخلي بالك من تركيب الكولة بتاعتك، اهو فلما نيجي نقلب بصوا يا جماعة، بصي لما تيجي طبعا ده بياخد مكوة، فده بيبقى شكل الريفير بتاعك، شكله شيك جدا وسهل جدا. انا اعتقد ان الموضوع كده بالنسبه لكم سهل، يعني الموضوع مش صعب تمام. طبعا المكوه بتظبط كل الخياطات، بنجيب الدبل فيس بتاعنا وبنقفل الجزئيه دي كده خلاص. طبعا هنا الجزء ده كله هتظبطه طبعا مع القماش، طبعا بيبقى ابسط بكتير، هتظبطه مكوه. ده الكروازيه يا جماعه، انا عايزه بس اوريكم ان هنا الكروازيه عدى النص بتاعي، فطبعا هتحطي اليمين على الشمال فهتلاقي كده خلاص بقى كده بقى كروازيه، فهتلاقي صفين زراير اهو تمام. هتلاقي طبعا هنا صف كده وهنا صف زراير خلاص. طب بالنسبه للجزء اللي تحت بقى، بالنسبه للجزء اللي تحت هنعمله ازاي؟ الجزء ده عباره عن كولونات عاديه، بتجيبي القماش بتاعك وبتكسري كولونات بيبقى طبعا، بس يا جماعه بصوا مش بيبقى الوسط بالظبط، لا طبعا بالاضافه لقيمه الكروازيه، يعني هياخد الوسط ده كله، بس طبعا السجاف ده من جوه من اول الكوت هنا من اول البلطو الناحيه دي لحد الناحيه دي، ده هو ده دوران وسطك الجديد اللي هو المفروض ان انا هعمل عليه مين، هعمل عليه الجيب بتاعتي. طيب لو انت عايزه الكولونات بطريقه معينه، واحده هنا واحده هنا، بتضيفي قيمه 2 كولونه بس وتحطيهم مكان ما انت عايزه مع البنس بتاعتك في نفس المكان اوكي. يعني احنا لو افترضنا ده كده القماش بتاعي خلاص، حسب بقى الوسط بتاعك، بتجيب هنا بنسيب هنا قيمة التنظيف. طبعا الجزء اللي تحت ده كمان بيتاخد يا جماعة، الأطراف بتاعته اللي هتركب من هنا وهنا هي كمان بتتاخد سجاف، ده يعني طبعا ده يفضل تمام. هفترض ان الجزء ده من اول هنا مثلا، وهبدأ احط بقى ايه العلامات بتاعتي يا جماعة، العلامات بتاعتي اللي هي ايه، مثلا هعمل مثلا على 8، هعمله على 10، هعمله على 5 براحتي. دي قيمة ايه؟ دي قيمة الكولونات بتاعتي. طب احنا شرحنا الحوار ده كتير، وحطه لكم برضو كل التفاصيل رغم ان انا بشرحها تاني، بس هحطه لكم بكل تفاصيلها. هعمل ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده وقلنا ان الكولونة بتاخد معنا 3 نقط، فادي نقطة 2 3، هاخد اول نقطة واحطها كده على تاني نقطة اللي جنبها، وبعدين
هاجي للنقطة التالتة هروح حطها كده برضه، هروح قلبها على التانية. احنا قلنا بقى طب خلاص بعد كده قلنا لا في افضل، في حاجة تانية افضل، ان احنا ناخد النقطة الاولى على التالتة عشان الكولون بتاعتي ما تتفتحش مننا. اللي انا مكان الدبوس ده، ده سنتي ونص، ده مكان الدبوس ده هيبقى خياطة مش دبوس، وهعمل فرد كده في النص واروح عاملة كده فتحة الخياطات بتاعتي. شرحناها كتير جدا وهو بشرحها تاني برضه عشان لأول مرة يدخل القناة يشوف الشرح، يشوف الشرح كامل كله موجود على القناة قبل كده، وبنشرح كل مرة بطريقة يعني ممكن يكون فيها إضافة. هاجي كده هنا هروح كده هنا برضو الأولى على التانية والتالتة على التانية برضو، ده بيبقى شكله كله. فخلاص انت هتعملي ايه بقى؟ خلاص انت دلوقتي المفروض واحدة فاهمة انت بتعملي ايه، فهجيب النقطة الأولى على التالتة خلاص، وهاجي كده على المكنة اخد حوالي سنتي ونص خياطات، والنقطة اللي في النص دي اللي انا هعمل لها فرد دي كده خلاص، هاجي اعمل ايه؟ هحطها كده في النص واعمل ايه؟ واحطها كده اهو، واحط لها دبوس كده. بصوا بقى الشكل هنا عامل ازاي، هو بقى كده القماش بتاعك هيفضل كده لغاية ما يبقى ده كل شكل الكولونات بتاعتك. خلاص هنكمل طبعا بتكملي بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها دي، لو انتي مش فاهمها بتعملي كده، وبترجعي بقى ايه تعملي عشان خاطر الكولونه. بصوا الفكره ان هنا بتبقى مفتوحه، ممكن تبقى مفتوحه هنا، مهما تشدي مقفوله اهي، مهما تشدي مقفوله خلاص، وده هيكون شكلها. طيب ده هيديكي يعني وسع اكتر. طب لو انا مش عايزاه وسع قوي وعايزه يدوبك كولونتين بس، طبعا حضرتك بتكوني قصه الدوران الوسط اللي هو من اول، مش الوسط بقى، الدوران الكوت نفسه الغط اللي هو الدوران ده اللي انتهينا بيه من الكوت من فوق، زائد قيمة كولونتين. مثلا لو حاطة انا الكولون 20 سنتي او 15، بحط من 30 لـ40 سنتي. هفترض ان ده كده الكولونات بتاعتي اللي انا ضفتها، ده الوسط وزائد كولونتين اتنين بس. طب انا عايزة احط الكولونتين فين؟ احطهم مكان ما انا عايزة، انا احطهم ممكن هنا مكان يعني انا هعمل مثلا كولونة اهي، احطها بقى انا حسب ما انا عايزه، عايزه امشيها مع البنسه بتاعتي افضل طبعا براحتي، بس الفكره ايه بقى؟ في نفس المكان الناحيه التانية بنفس المسافه هعمل التانية بالظبط. يبقى كده اصبح عندي كولونتين. لاما انا عملت لك الطريقتين، يا اما هتعمليهم كاملين الوسط كامل، لان انت ما بتحبيش حاجه تبقى واسعه اكتر من اللازم تحت، عادي هتعمليها كولونتين بس، دي بتبقى مايله للافاضيه بسيط. لو انا مثلا واحده اللي عرض القماش ما كفاش خالص، بنقلب العرض طوله، بتعملي حضرتك ايه بقى؟ بتعملي ممكن بدل ما هو بنكسر متر ونص، لا بنكسر 2 متر مثلا، خلاص على حسب يعني الوسط بتاعنا. نبدا بقى نركب، هنحط وش على وش ونبدا نثبت. خلاص اهو تمام، داير ما يدور الوسط اهي، خلصنا. طبعا الجزء اللي جوه يا جماعه زي ما الجزء اللي جوه ليه سجاف، احنا هتعملي كمان اللي تحت سجاف. خلاص لازم البلط يبقى كله كامل كده زي بعضه. خلاص ظبطيه اهو، اهي الكولونه جايه اهي مع البنسه بتاعتنا نازله، والناحيه التانية برضو اهي الكولونه ماشيه برضو، فالاتنين زي بعض تمام اهو. كده بيبقى الكروازيه بتاعك بيبقى كده خلاص، كده الكود بتاعنا خلص بطريقه سهله. هحط لك طريقه السجاف الخلفي في صندوق الوصف اهو يا جماعه، بطريقه سهله جدا طبعا، صفين زراير. يا رب يكون الشرح قدرت افيدكم، وان شاء الله اللي طلب طلبات، وانا معلش الطلبات كتيره، فانا معذره يعني على قد ما بقدر. يا رب اكون افدتكم. لو الفيديو عجبك يا ريت ما تنسيش اللايك، ولاول مره تخش القناه يا ريت تخش القناه وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناه بيبو لتعليم الخطوه والتفصيل للسهل الممتنع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.